الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ عصام العش من سوفيا ناتشورال ووتر. أهلا أستاذ عصام. يا أهلا فيك. بداية مرحب فيك معنا بالبرنامج، ونتمنى بالبداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مجال التجارة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمي عصام العش، أنا من تولد دمشق في سوريا، جيت على الإمارات بال 2005. طبعا السبب الرئيسي هو جبل علي، صراحة كان ما هو كان هب الشغل كله بالاستيراد والتصدير. في تسهيلات بالبلد وفي يعني سهولة بالاستيراد، لأنه الموانئ جبل علي تعتبر من أهم الموانئ في الشرق الأوسط، فسهولة الاستيراد وسهولة إعادة التصدير. انتقلنا وبلشنا بالتجارة الحرة، الحمد لله هنتمم 20 سنة في البلد، وما شاء الله من حسن لأحسن الحمد لله. طبعا بدأنا بمشروع دخلنا على المواد الغذائية، ولكن نحن من زمان عندنا موضوع البراندينج، بنحب نعمل براند باسمنا ونشتغل عليه ونصرف وقت وجهد، وكمان البلد بتساعد جدا لأنه فيها حجم اقتصادي هائل للتداول، وفيها ناس من السياحة طبعا بشكل كبير. الحمد لله بعد سنتين أو ثلاث سنوات صار عندنا ديستريبيوتر في المملكة العربية السعودية وفي الكويت، وسجلنا اسم المنتج تبعنا تقريبا بأهم البلاد اللي نحن مهتمين سواء نستورد منها أو نبيع عليها، والأمور الحمد لله ماشي تمام، سواء بالبيع السوق المحلي بما أنه هو منتج مميز جدا عن غيره، أو بإعادة التصدير. وعلاقتنا الحمد لله بالمعامل خارج البلد كبيرة وممتازة جدا الحمد لله. أستاذ عصام، ممكن تخبرنا المزيد عن المنتج الخاص فيكم؟ كيف تميزت وكيف تميز منتجكم في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ تمام، أكيد المي هي تعتبر خصوصا في دول الخليج يعني منتج صعب جدا للتداول فيه، لأنه طبعا الدول الخليج بحاجة المياه أكيد، وموجودة ومتوفرة، والحكومة ما شاء الله يعني ما بتقصر بموضوع دعم المياه حتى ما يصير في أي مشكلة، لأنه هذا أمن غذائي. ولكن نحن يعني اضطرينا انه نبعد شوي عن موضوع المياه المحلية، ناخذ المياه الطبيعية اللي هي تتخزن داخل الجبال، تمام، نتيجة ذوبان الثلوج، فهذا بيكون تركيب المي خفيف شوي اكثر من المياه الاخرى، ونعتمد على التركيب يكون مناسب ليعمل نوع من التوازن، يعني مفيد بالبي اتش، يكون البي اتش عالي، الصوديوم قليل، تركيب المي لازم يكون متوازن بالنهاية. والمعامل طبعا كلها تتم زيارتها بشكل دوري من مؤسسة حكومية بيعملوا عليها رقابة كل سنة، فالمعامل اصلا اوتوماتيكيا المعامل ممتازة جدا وعملاقة، وبتبيع بتصدر لكل دول العالم، ونحن دولة من هالدول اللي مستورد من المعامل، فالحمد لله الامور تمام، وعنا كسبنا ثقة الزباين، وزبايننا من 8 سنوات ما تركونا الحمد لله. أستاذ عصام، ذكرت انكم في دولة الامارات من اكثر من زمن طويل، من 2006 تقريبا. نعم. نعم، ممكن تخبرنا المزيد على نشاطاتكم الاخرى؟ تمام، عندنا نشاط رئيسي اخر هو استيراد قطع الكمبيوتر بكافة القطع، سواء اكسسوارات، سواء لابتوبس، نوتبوكس، ديسكتوب، وكمان نفس الطريقة اللي عملناها مع صوفيا اللي هي البراندينج، نحن عملنا براند باسمنا بيشمل اكسسوارات الكمبيوتر وبعض القطع الحساسة بالكمبيوتر، تايم اتندنس و اسمه ايكون، والحمد لله الايتم هذا البراند من 2006 الى الان يباع في عدة دول عربية الحمد لله تحت اسمنا، كمان نستورده من الصين، من تايوان، من معظم الدول، وبنستورد من امريكا ومن يوكي ومن ايطاليا، من جميع الاماكن. استاذ عصام، ممكن تخبرنا ما هي خططكم، ما هي رؤيتكم المستقبلية لصوفيا؟ صوفيا بدأت بصراحة بعبوات بلاستيكية مثل كل البراندات، بعدها مباشرة أخذنا خطوة ثانية، استوردنا عبوات زجاجية، بعد العبوات الزجاجية دخلنا بالمياه الطبيعية المكربنة اللي هي Carbonated Natural Mineral Water أو Sparkling. الخطة 2024 إن شاء الله، وهي خطة طبعا ما حدا بيعرفها، ولكن هلأ حتكون القناة أول مرة ننشر فيها، مياه معدنية طبيعية مكربنة منكهة، النكهات كلها
ناتشرال، ما فيها أي مواد حافظة، ما فيها أي مواد صناعية. نتمنى لكم دائما التوفيق يعني يا رب. خليتني افشيها هلأ. نتمنى لكم التوفيق يا رب. الله يخليك، الله يسلمك. أستاذ عصام، من خلال خبرتك الطويلة في سوق الإمارات الاقتصادي، ومن خلال تواجدك في دولة الإمارات منذ زمن، ما هي نصيحتك لأي حد عنده طموح يأسس عمل جديد داخل الدولة؟ والله نحن الحمد لله كما خبرتك سابقا بنستورد من أكثر من 7 بلاد، وهي البلاد في منا بلدان فتحنا فيها رخص تجارية لسهولة العمل. صراحة بالمحصلة أسهل من العمل في الإمارات العربية المتحدة ما في. البلد هي متطورة أكثر من متطلبات التاجر نفسه، يعني أنت لبين ما بدك تفكر أنه لو بيعملوا هيك بيكونوا هن سبقوك ما شاء الله. وهذا الكلام على مجال 19 سنة اللي نحن قضيناهم هون، يعني ما شاء الله. فهي بيئة مناسبة جدا 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 للعمل وللاستثمار، وآمنة، واستقرار العملة طبعا فيها مهم جدا، والأمن اللي موجود والأمان، كل الأمور يعني بيئة مناسبة جدا لأي رائد أعمال حابب سواء يستثمر أو يتوسع من بلده ويفتح في بلد أخرى فرع تاني. طبعا بالنهاية مثل ما خبرت حضرتك، بما أنه البلد دائما سابقة لعصرة خلينا نقول، وأسرع بلد بالتعافي من الأزمات، الأزمات عم تضرب كل البلاد. فأنا صراحة أعتبر هذه البلد من أهم البلاد لإدارة الأعمال، وإن شاء الله يكون الشخص بأمان صراحة. يعني أوجه رسالة شكر من هذا المنبر الصغير على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحفظ الله جميع البلاد إن شاء الله العربية والإسلامية. شكرا جزيلا أستاذ عصام العش، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح والاستمرارية. شكرا لك. شكرا أستاذ عصام، ممكن تخبرنا كيف نقدر نوصل ونتواصل معكم؟ نحن طبعا أسهل شيء لسرعة العمل أنه الزبون يكون في عنده سهولة للوصول للمنتج. الويب سايت، نحن عندنا موقع منبيع عن طريقه، منوصل للمنازل، للمطاعم، للأوتيلات، والسوشيال ميديا كلها، والأرقام التليفونات والواتساب، يعني مثل كل الموضوع بسيط كثير للتواصل. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.